بتشرب ما بتشرب ما دخلني، بس لما تشرب وتسوق بصير دخلني. كيس كيسين ثلاثة، العبرة مش هون. قصدك على اليمين؟ العبرة أولا بنوع الكحول، ثانيا بكمية الكحول بالكيس الواحد، وثالثا بنسبة الدهون بجسم الإنسان. القانون حسمها بصفر فاصلة 5 جرام بلتر الدم، وبصفر بس لكل شفريت التاكسي والشحنات يلي إلهم بيسوقوا أقل من 3 سنين. إذا كنت بكامل وعيك بدك 3 ثواني لتاخد قرار وتوقف السيارة. إذا كنت سكران بدك 7 ثواني لتاخد هالقرار وتوقف السيارة. تعرف شو يعني فرق 4 ثواني؟ 4 ثواني هن كل الفرق.